لا تعتبر مشروعات صغيرة فقط لحل البطالة عندنا في الكويت، ولكن هي تزرع أن تكون الشخص عنده استقلالية وحب الذات، ويقدر الواحد أنه يبدع في مجاله هو يحبه غير وظيفته الأساسية. وراح نعرف هل فعلا هي حل لمشكلة البطالة عندنا في الكويت ولا لا مع ضيوفنا في الاستديو. حصل الرجيب حياك الله، الله يحييك. وأيضا معنا أنوار الرجيب حياك الله، الله يحييك. وحنان ندويري حياك. الله يحييك. حياكم الله طبعا ومنورين. تكلمنا في البداية عن المشاريع الصغيرة وش كثر هي مهمة للشباب. حصة في البداية انتو كمش دخولكم لهذا المشوار كان عن طريق المعارض، ليش اخترتوا هذا الاتجاه؟ اخترنا المعارض احنا لان لاحظنا بالفترة الأخيرة بالكويت وايد شفنا الشباب عندهم طاقة شبابية وعندهم مواهب وعندهم طموح، بس يعني مو عارفين شلون يبرزونه. اي نعم. فاحنا بدورنا سوينا المعارض بحيث انه يكون حق الشباب فرصة اي يكون لهم فرصة ونبرز طاقتهم الشبابية، ومنها يكون انه تشجيع وكتجربة يعني حق الشباب. حلو، ممتاز. زين انوار، ودنا نوضح حق المتابعين او مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا في هذه الحلقه اليوم، شنو اهميه وجود مثل هذه المعارض عندنا في الكويت؟ هي المعارض اول شيء بدايه وسيله او اداه عشان نوصل الرساله من المشارك او صاحب المشروع حق الكلاينتس او الزباين. حلو. فمن خلال هالشيء احنا نقدر نسوي المعارض بتكلفه بسيطه، مو نفس التكلفه التجاريه او الماركت التجاري مثل ما تعرفون. فاحنا حابين نطلع هالطاقات هذه الشبابيه بصوره حلوه تطلع حق الزباين وحق الاشخاص بطريقه شوي بروفيشنال تكون، ما تكون يعني بس السوشيال ميديا او محتكره. لان الفتره الاخيره قاعد يعانون من الاسعار الغاليه والاماكن اللي ما يقدرون حتى يبطلون لهم محلات يقدرون هم يشاركون فيهم بروحهم، ما يكونون في معارض. صح، وهم طريقه العرض هم يعني وايد تهم بالمعارض. راح يتعلم من خلالها بالمعارض شلون يعرض منتجاته. صحيح. حنان، الحين بالفتره الاخيره صار في معارض كثيره سواء كانت اوت دور ولا اندور، وما شاء الله احنا بالكويت اصلا بدايه المعارض كانت من 2006 تقريبا 2007. صح. فهالموضوع صار مو غريب علينا. شلون تشوفين ممكن الشباب يستفيدون ان هم يطلعون مشروعهم من خلال هذه المعارض؟ طبعا انت لما تبدين تسوين معرض توفري لك كذا وسيله، من اعلام، من تصوير، من دعايه. فهو كشاب بادي مشروع صغير ما عنده التكلفة انه هو يروح يفتح له مثلا محل او مثلا يحطه بمجمع تجاري. فالمعرض عبارة عن سوق مصغر يعتبر يعني تكلفته جدا بسيطة، وتلاقين انه في وايد حضور، فهو يقدر يبرز مشروعه من خلال هذه المعارض. صحيح. ممتاز. حصة، بعيدة عن الجواب الدبلوماسي، شنو اكثر المشاريع اللي ممكن فعلا يقدرون يبدعون فيها الشباب؟ أكيد يعتمد على إذا كان بنات أو شباب. حلو. بس أنا لاحظت الفترة الأخيرة إن الشباب عندهم أكثر ميول حق الكوفي شوبس. أوكي. وعندهم حق المطاعم، والبنات طبعا الملابس والاكسسوارز. الحين الكويت كلها كوفي شوبس، قبل كان فتره كلها كانت برجر والمطاعم، لكن الحين هبت القهوه. صح. 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 يعني لو تلاحظون قبل فتره كانت البرجر مثل ما قلت، الحين مطاعم الاستيكات والقهاوي. صح. القهاوي قاعد نشوف احنا بالشهر قاعد يبطل اكثر. انا ودي واحد. انتوا ايش رايكم بهالهبه؟ شايف صراحة وايد هبة ناجحة صراحة. يعني انت تشوفون هبة، بس ترى لان يعني مثل ما كنا تونا قاعد نتناقش على نفس الموضوع، ان لان الكويت صغيره واي احد مثلا يسوي مشروع يصير وايد تكرار حق هالمشروع، فتحسين انها هبه، بس هو مو هبه يعني. صح. هو يعني بدايه تطوير مشروع كبير. صحيح. صحيح. واتوقع ان حتى يعني ما هي غلط اذا الانسان او اي شخص حب انه هو يبطل مشروع بناء على الهبه او اللي. صح. قاعد يصير اصلا يعني. صح. هبه مفيده يعني. صح. شيء ناجح شيء حلو. بالذات انا عندي تعليق على هالشيء. صح. تبي تقولي على القهاوي شيء مزعج. انا على طريقه الهبه، هي الهبه هبه صحيه وحلوه يعني. ان الشاب قاعد يشغل وقته بشيء حلو، هو قاعد يستفيد والناس قاعد تستفيد، فان تجربه حلوه يقدر يستفيد منها. حلو. صح. وما قمنا نلحق للامانه من كثر ما قاعد يبطلون. بس دائما بالنهايه ما يعني اللي يبقى اللي هو اثبت نفسه في ان جوده. صح. القهوه عنده شيء متميز. منافسه قويه. صح. المنافسه قويه، خاصه ان في شارع كامل كله قاعد يبطل قهوه. ما احنا
عارفين وين نروح. أنوار، في البداية تكلمنا عن المشاريع الصغيرة عموما، شلون إن هي قاعد تساعد الشباب إن هم يعتمدون على نفسهم. شلون تشوفين هذا الشيء موجود حاليا؟ احنا اول شيء نتكلم عن نفسنا، ان احنا اساسا بطلنا مشروع، شلون هذا غير من شخصيتنا وشلون عدل من الاعتماد على النفس، ومسؤوليه صارت اكبر، وايد شغلات تغيرت. فبالعكس نبي هالشيء نفسه حق الاشخاص اللي مشاركين معنا، لان اصحاب المشاريع تتغير شخصيتهم تماما صح عقب ما يبطلون مشروعهم، حتى الاسلوب كل شيء يختلف، كل شيء طريقه التعامل مع الزباين والكلاينتس كل شيء يتغير. حنان، سؤالي نبي فيه جواب صريح، ما نبي مثل ما قاعد مساحك حصل جواب دبلوماسي. شلون تشوفين دعم الدولة فعلا حق المشاريع الصغيرة؟ الصراحة في دعم من الدولة بس جدا جدا بسيط، يعني احنا مثل ما قالت انوار تونا بطل المشروع، واجهنا وايد صعوبات طبعا من الرخص من اشياء، يعني انا من قبل كان في طموح ان انا افتح مشروع ثاني حلو. بس غلاء الايجارات ما قاعد يوفروا لي الشيء اللي يخليني اسعى ان انا افتحه. ففي دعم بس جدا جدا بسيط ويحتاج انه يصير اكثر. اي نعم. زين شايتش بصندوق الوطني للمشاريع الصغيره، تونا تكلمنا مع احد المسؤولين وذكر انه في مميزات جدا جميله حق اللي حاب انه هو يبطل مشروعه. صح، بس انت على قولت هو هبه، فيعني كم واحد بيفتح مشروع بالكويت؟ وايد وايد، فهم قاعد ينقون مشاريع جدا جدا بسيطه من المشاريع اللي قاعد تنعرض لهم. يعني كم مشروع بياخذون؟ صح. ولهم شروط معينه ولهم قيود معينه، يعني هم من هذا الشيء قاعد يحكمنا. صحيح. حصه انت لكم تجربه في انكم يكون عندكم مشروع الحين ومجربينها وشفتوا الصعوبات، ولكن شو الرساله اللي حابه توجهينها لكل الشباب اللي راح يبدون في هذه الخطوه اللي انتم بلشتوا فيها؟ فرساله توجه لهم انه فعلا مثل ما قلنا انا ودان في البدايه، اي واحد حاب الشيء عنده رغبه وحب في الشيء واجهته صعوبات راح يقدر يستمر. اللي عنده موهبه او عنده شيء يكون يعني حابه خل يطوره وينميه، لانه اذا هو حاب الشيء راح يبدع فيه. وصراحة يعني محتاجين الحين هالشيء بالكويت. صح، يعني بدل ما نعتمد على أشياء مثلا تكون من برا الكويتي، يعني عندنا وايد شباب مبدعين. صح، بالكويت صح. احنا قاعدين نشوف الحين المعارض اللي قاعده تصير وقاعدين يقيمونها، وخاصه ان انتم عندكم تجربه في هذا الموضوع، لما نشوف ان الشباب قاعدين يكرسون وقتهم علشان يطلعون بشيء مميز حتى وان تشابهت انزين، لكن دائما ما تلاقين مثلا هالمشروع في شيء مميز يميزه عن الباقين. هذا الاجتهاد من الشباب قاعد يبين لنا انهم قادرين انهم يعتمدون على نفسهم، لكن يحتاجون الى فرصه، ولما تكون الفرصه من الشباب نفسهم فهذا شيء جدا جدا جميل. لما نشوف ان الحين قاعد الشباب قاعد يتجهون الى المشاريع الصغيره، هل تشوفون ان هذا لان في بطاله كبيره في المجتمع؟ لا، هو ان اساسا الحين حتى واحنا باعمارهم فحتى عارفين شنو الشباب يبون كمشاركين مثلا اذا بالمعارض، فمن خلال هالشيء يعني مثل ما تقولين ان بعدين عندنا الدعم الحكومي مثلا، يعني مثلا انا بتوظف الحين، اغلب الوظائف الحكوميه ما قاعد تخدم تخصصي، فدائما ما تكون غير تخصصي، فيضطر ان مثلا انا كخريجه ابي ابدع مجال تخصصي. صحيح. فشنو اضطر افتح لي البزنس الخاص مالي. صح. فعشان كذي يعني قاعد يتجهون الشباب، مو مسألة بطالة، هي كثر ما أنها مسألة يعني رغبة. يعني أنا رغبة مثلا أنا تخصصي ماركتينج، لو أشتغل مثلا بقطاع اللي حكومي أو شغلة ما راح يمكن أبدع فيه كثر ما افتح بزنسي الخاص، لانك دارسه مثلا نقول البزنس وعارفه، فتنمينا في مشروعات صغيره. صح، انت اكيد عندك كهوايه. عندنا سؤال مشترك لكم ثلاثتكم، ودي انا اعرف هذا المشاكل او الصعوبات اللي تواجه كل شخص لما يبلش مشروعه، فخلينا نعرف من تحصها في البدايه، بعدها انوار وحنان، شنو الصعوبات اللي ممكن تواجه اي شخص يبلش مشروع؟ طبعا اول شيء اكيد الشيء يعني مثل ما يقولون الفاينانشال طبعا، الاوراق الرسميه، شغلنا ان بذات كحكومه مثل ما قالت حنان انه وايد كل شيء بطيء انزين، حتى الواحد اذا لو عنده يعني وده بشيء من كثر ما شيء قاعد يطول قاعد يتعب، روتين الاجراءات خلاص. فهذا يحتاج الدعم،
نحتاج دعم. اي فهذا اكثر شيء اللي واجهنا فيه صعوبه بالنسبه للسنوات. هو طول ما في راس مال راح يكون في مشروع قوي، بس ان لازم المشروع يكون بناء على رغبه. يعني اذا هو شخص فاهم بشغله وفاهم مشروعه راح يبدع فيه. فتقدرون يعني مثل ما تقولون انه بس شويه دعم شويه تقدير خلاص الناس يعني راح شويه تبلش مشاريع حصريه. صح، تونا قلنا حنان وهي انوار الحين دورك حنان. تفضلي. انا عندي قله الخبره، يعني مثلا انا الحين ببدي مشروعي، حابه هالمشروع بس ما ادري شلون ابتدي ومن وين ابتدي وين اروح. يعني المفروض الدوله توفر لنا هالاماكن. يعني مثلا انا حابه ابدي هالمشروع شلون ابدي؟ يبي لنا دورات، يبي لنا خبره، شلون اتعامل مع الناس، شلون ابدي المشروع، شلون امسك مثلا الفاينانشال هالاشياء. يعني هذا يعني اكثر شيء انا واجهته الصعوبه صراحه. يعني ابي ابدي بس ما عارفه شلون ابدي ومن وين. انت عارفه الخطوات بالضبط. في الحين شركات ممكن ان هي تبنى هذا الشيء. يعني مثلا في شركه تقول لك انت شنو مشروعك، شنو حابه انت تسوين، فتسوي لك خطه كامله سواء كانت ماديه بش كثر انت ممكن تدفعين على هذا المشروع، وايضا من الناحيه اللي هو مثل ما يقولون الماركتنج، ما ماركتنج شو تسوقين حق هذا المشروع. هل فكرتي ان انت ممكن تلجئين الى هذا النوع من الشركات؟ ممكن الجا لها، بس ترى هالشركات تاخذ مبالغ كبيره وايد. يعني ليش مو الحكومه توفر لنا هالاماكن؟ ليش انا ما اروح حق حكومه والله واقول لها انا ببدي مشروع وحابه فيه، ليش ما توفروا لنا مثلا والله يعطونا الخطوات اللي انا شلون ابلش فيها مشروع ناجح؟ صح، واغلب المشاريع ترى تكون هوم بزنس. يعني لو صح. الهوم بزنس ما عندهم مبالغ كثر اللي مثل مؤسسات او شركات صغيره. فيعني لو هالشيء بدر من الحكومه بالعكس هالشيء وايد زين. وفي ترى في كم شغله يعني مثل مؤسسات تتخذ هالاجراءات انها توفر لهم الدعم، بس هم محتاجين هم دعم اكبر. اتوقع الحين الاتجاه الحكومي كله الى دعم المشاريع الصغيره، وقاعد نشوف قاعد نلاحظها من خلال وزارات كثيره، اهمها هي وزاره الشؤون قاعد خصصت مكان حق اصحاب المشاريع الصغيره، وهو موجود في منطقه الصديق. تقدرين تتخلصين كل الاجراءات في مكان واحد. فهذا ايضا بادره جميله من الحكومه، انهم قاعدين يحاولون يسعون جاهدا علشان يوفرون هذا الشيء لاصحاب المشاريع الصغيره. رساله منكم للشباب اللي حابين انهم يبلشون مشروعهم في البدايه، معك حصه. مثل ما قلت من ساعه، اللي عنده موهبه او اللي عنده بزنس حتى لو كان حتى لو يشوفه يعني صغير خلي يبتدي فيه. لان اذا حبه راح يبدع فيه. صح. راح يسوي، راح يوصل حق هدف هو ما كان يتوقعه. فاهم شيء انه يكون له هدف وحط له يعني خطه معينه خطة عشان يوصلها. إيه؟ هذا اللي ابي اساله قبل اسمع رسالتك. انوار، شنو الخطه المستقبليه راح تكون لكم ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. اول شيء كمعرض بدايه تقريبا خذ منا 3 اشهر. حلو. قريب 3 اشهر، بس الحمد لله يعني انجزنا وايد في ال3 اشهر. وان شاء الله الخطه الجايه تكون مو بس بالكويت، ان شاء الله نتنقل يعني ننتقل الى دول الخليج، الوطن العربي، الى ان شاء الله اي الوطن العربي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم هناك. ان شاء الله اكيد. ان شاء الله. ورسالتك؟ اول شيء لازم يجربون التجربه، راح تبين لكم وايد اشياء. راح تعرف اذا كان في اقبال على مشروعك ولا لا، تبلش فيه او تغير فيه شيء. الناس تخاف التغيير، وايد تخاف من التغيير. فلو يبلش بشيء يعني ما راح تخسر شيء اذا جربت. صح. كلش ما راح تخسر شيء، بالعكس شيء وايد حلو راح يكون. ممتاز. حنان، قبل الرساله في البعض يعني يمكن هالسؤال دانا منتشر بين الكل وبالدواوين بين الشباب، بيننا احنا حتى بينكم كبناتنا، البعض المشاريع ممكن تكون هبه، كب كيك، قهوه، عصير. فشنو رايك على هذا الانتقاد؟ هل فعلا المشاريع الصغيره كلها هبه؟ حتى لو كانت هبه فهو يعني هبه زينه، هبة زينة. حلوه. صح. إيه يعني الشباب قاعد يشغلون وقتهم شيء زين مفيد. صح. فيعني ما اقول انها هبه كثر ما هو ان مجتمعنا صغير، فيعني لما احد يفتح مثلا على قولتك كب كيك او اي شيء ثاني، مثلا واحده حبت هالشيء وعندها هالهوايه بس ما جتها الفكره انها تفتح مشروع، راحت سوت هي بعد مشروع. بس طبعا المشاريع المتميزه هي اللي راح تبقى. سوت هبه واحسن من الفراره واحسن من تضيع الوقت في شيء غير مفيد. اي نعم، شكرا لكم لتواجدكم معنا اليوم، والله يوفقكم يا رب في مشاريعكم القادمه. شكرا لك حصه للجيب، وانوار للجيب، وحنان للدويري. مشكورين، يعطيكم العافيه. من بعد الفاصل راح تكون معنا الدكتوره سعاد الزيد، وراجعين بعد الفاصل.